نعم. الشرط الثالث إمكان المشي بهما عرفا، أي يمكنه أن يمشي بهما، يعني لأنه أصل في أصل مسعى الخف أنه يكون لحاجة، أنه يكون لحاجة، إنسان يلبس الخف ليحمي رجله من البرد أو من الشوك أو 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 غير ذلك. فهذا الخف الذي يلبس يقول إمكان المشي بهما، يمكنه أن يمشي بالخفين.